الله ينور عليك. كنا بنعملها عشان نقاوم قوة الطرد المركزي. طب ايه قوة الطرد المركزي دي نتيجة ايه يعني؟ قال لك والله الفكرة كلها ان انا وانا ماشي على منحنى دائري تمام بسرعة بتاعت العربية، اللي بيحصل ان بيطلع قوة طرد مركزي، فبتحاول تخلي العربية يحصل لها ان هي تنقلب او تتزحلق. طب انا بعمل ايه؟ الفكرة كلها ان انا بعمل باجي على قطاع اللي هو المفروض الميل عندي 1.5%، بدل ما هو القطاع عندي يعني الفكرة كلها في السوبر اليفيجن الكروس سيكشن عندي كده، اتفقنا ان المرة اللي فاتت هيتعمل كده ليه؟ عشان يبقى الميل اللي عندي ده اللي هو مقداره 1.5%، وبعد اذنك هنسميه كيو ماشي. 1.5% يمين 1.5% شمال. قلنا هدفه ايه؟ ان هو الميل ده عندي يعمل لي قصة تصريف المطر. في مشكلة لحد الآن في الجزئية دي، فالعربية اللي هي عايزة تمشي على الجزئية دي كده عايزة يحصل لها ايه؟ ان هي تنقلب لبره. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نيجي على الكروس سيكشن اللي هو ده كده، نبدأ نعمل له فيه ايه؟ نعمل له ميل. طب ايه الهدف من الميل ده؟ الميل ده يقوم لي قوة الطرد المركزي. طيب انا بقى هعرف احسب قيمة الميل ده ازاي؟ الفكرة كلها انت بقى قالوا لك تعالى عندنا سرعة الطريق بكذا وعندنا نص القطر بكذا، احسب لنا قيمة الميل اللي المفروض نستخدمه في الطريق هنا عشان ما يحصلش العربية يحصل لها تنقلب. الرسمة دي عندك 3 رسومات ليها تمام. يبقى انا بص بص كده يعني، هو بص بص في بداية الفيديو خالص، بداية الفيديو لقيت الفيديو كده ايه اللي بيحصل. لو انت خدت بالك هتلاقي الطريق ها لو هو كان بادئ شويه من بدري كمان هتلاقيه مميل عادي. اول لما يخش على المنحنى شايف الميل قاعد بيزيد، انت واخد بالك العربيه بص بص حتى بتميل الكبوت اللي قدامي ده، لو خدت بالك هتلاقيه واخد نفس الميل بتاع الطريق مميل. الهدف ايه؟ ان هي العربيه ما تنقلبش تمام. الناس فهمت هنعمل ايه تاني؟ مش برضو يا باشمهندس الدنيا مش واضحه قوي. بص كده هي الفكرة كلها، انت لو تخيلت الموضوع الرسم هيطلع اتفح حاجة في قدامك. يعني انا دلوقتي الناس شايفة الرسمة دي، عينك على الجزء الشمال او اليمين فوق ده خالص والطريق اللي تحت، بص عليه اوي. مفروض بداية قبل ما اخش على الكيرف الطريق عنده شكله عامل ازاي؟ كراون صح؟ 1.5% يمين 1.5% شمال. انا دلوقتي لو تعالى افترضنا كده معلش ان العربيه ماشيه على الحاره دي، هل اقلق؟ العربيه لو مشيت هنا في الجزء ده هل دي ممكن تنقلب ولا لا؟ لا ليه؟ لان انا نفسي اصلا الميل عندي يطلع كده صح، فهو اوريدي الحاره دي مفيش قلق منها قوي. ليه؟ لانها تقريبا واخده ميل لجوه، فبالتالي مساعداني ان هي تقاوم قوه الطرد المركزي. انا خوفي كلها منين؟ من البتاعه دي. عايز اعمل فيها ايه؟ عايز افردها اخليها كده تمام. الناس معايا؟ عشان دي انا بشرح عشان مش تسجل تقعد تسمع تاني، انت لو فهمتها ايوه خلاص خلصت تمام. حلو، يبقى انا اوكي دلوقتي اللي عندي المشكله في الحاره دي. تعالى كده نسمي، مش احنا كنا قايلين ايه؟ ان الحاجه اللي هي لو ده الكيرف اللي عندي اهو، قلت لك الحاجه اللي هي اللي جوه ناحيه المركز بنسميها ايه؟ الحاره مين؟ الداخليه. فاكرها؟ فاكرها فين؟ سمعتها كلمه الحاره الداخليه دي فين؟ دي كانت الكريتيكال في السايد تيست. نفس الكلام برضو عندنا هنا، الحاره الداخليه دي اللي هي ناحيه المركز، ودي الحاره الخارجيه اهي، الحاره الخارجيه. انا ده مرسوم ازاي؟ انا واخد كروس سيكشن هنا كده صح كده، فشفت ايه الكروس سيكشن قطعت فيه، شفت ان هو الحاره دي مايله كده والحاره دي مايله كده تمام. انا مش قلقان من الحاره الداخليه، انا كل همي في مين؟ في الحاره الخارجيه. في مشكله لو جينا بس سمينا ال3 نقط دي، سمينا ده مش دي في نص الطريق؟ في مشكله لو سميناها السنتر، مش دي اللي هي الناحية دي ناحية الحارة الداخلية؟ ممكن نسمي النقطة دي حاجة اسمها الحافة الداخلية، حاجة اسمها الانر ايدج. انر ايدج الحافة الداخلية. طب دي يعني النقطة دي كده، لو انا جيت خدت قطاع زي ما قلت لك النقطة دي اللي هي دي اهي،
النقطة دي هي دي بيسموها الانر ايدج، والنقطة دي هي دي بيسموها مين؟ الحافة الخارجية اوتر ايدج، والنقطة دي اللي هي في منسوب السنتر او مع السنتر بيسموها السنتر. في ادنى مشكلة في النقط دي؟ لا تمام كده. حلو حلو، يبقى انا كل الفكرة، بص بقى على الفيديو ده كده، بص كده على الفك على الفيديو ده كده، كل الفكرة ان انا عندي الحارة الداخلية دي مش قلقان منها. ليه؟ لان هي مايلة اصلا في الميل اللي انا عايزه. انا قلقان من الحارة دي لان هي مايلة عكس الميل اللي انا عايزه، فانا عايز اعدلها. اعدلها واوصلها ايه؟ الفكرة كلها السوبر اليفيجن، ان انا عايز احول القطاع ده اهو، شايفه؟ انتوا شايفين حركة الماوس على الشاشة ولا مش شايفينها؟ لا شايفين. حلو، يبقى انا عايز احول الميل ده اهو او القطاع ده اهو يقطع يبقى بالمنظر ده. لو انت خدت بالك هنا مسمي الميل ان، قلت لك سميه كيو زي الدكتوره، تمام؟ اللي هو 1.5%. انا عايز احوله قيمه ميل اسمه ايه؟ اي. حد يعرف الاي دي عباره عن ايه؟ الاي اللي هي قيمه مين؟ السوبر اليفيجن. فاكر القانون بتاعها؟ الاي زائد الاف اس بتساوي كام؟ في بتربيع تربيع على 15 ار اهي. يبقى انت كل الحكايه كلها ان انت عايز تشوف قيمه السوبر اليفيجن دي، احسبها ازاي؟ ادي القانون بتاعها. وفهمت ان انا عايز اوصل القطاع ده اهو لقطاع مايل ميله اسمه ايه؟ اي. تمام، الفكره كلها ينفع مثلا، يعني انا عايز اقول لك ايه هي الفكره كلها؟ فكره مناسيب. تمام، بمعنى تاني كده قال لك والله ان انا عايز اطلع من الدور الارضي للدور الاول. الدور الارضي منسوبه مثلا صفر، الدور الاول منسوبه 3 متر. فرق المنسوب ده ما ينفعش اطلعه مره واحده، لازم نطلعه على ايه؟ حاجه اسمها سلم تطلعني حته حته، صح؟ تمام. حلو، نفس الكلام احنا عايزين نعمل الحوار ده. ما ينفعش ابقى في منسوب معين كده فجاه اطلع منسوب عالي كده، لازم اعمل ايه؟ اعمل سلم، ابدا ايه؟ اطلع درجه درجه، اعمل درجه كده صفر اعدله الاول، وبعد كده اعمله في نفس الميل ده، وبعد كده اديله الميل اللي انا عايزه. سلم، انا هعمل سلم انقلني تدريجي عشان ما يكونش عندي فرق منسوب عالي جدا. ما ينفعش العربيه تطلع ازاي؟ لازم تطلعها على سلم، تطلع من ميل نازل لميل طالع. فاهمين النقطه دي يا شباب؟ هو مش مهندس لما انا اغير ميول الحرارة الخارجيه مش الداخليه برضك هتتغير معايا؟ هتتغير معايا لما اوصل للقطاع اللي اسمه سوبر اليفيجن، لكن طول ما هي معايا بنقل تدريجي لسه ما مقربلهاش. وشوف دلوقتي هنعمل ايه. يعني ممكن يكون الحرارة الداخلية دي مايلة في الاتجاه اللي أنا عايز يميل فيه فعلا، بس يكون مايلة بقيمة أقل من المطلوب. الله ينور عليك يا باشا، 100 100 كده تمام قوي. هي مايلة في الميل اللي أنا عايزه، بس هل القيمة نفس قيمة القانون اللي حاسبها منها ولا أقل؟ أنا دايما الميل الإي دي غالبا بتطلع من 4 لـ 12%، هي 1.5. أنا عايز أديها سنة تبقى كام؟ 4% مثلا، 12% مثلا، على حسب ما أحسبها. اديها لها ازاي دي؟ هقول لك دلوقتي. تمام، يبقى الفكره كلها عشان اطلع من واطي لعالي فجاه كده لازم اطلع بايه؟ بسلم. السلم ده اسمه الانتقال التدريجي في المناسيب عشان اوصل من الميل اللي هي موجوده عليه الى ميل السوبر اليفيجن. بمعنى تاني مش فاهم اي حاجه من انت بتقوله. بص يا عم الدنيا سهله ولذيذه، بص كده على الفيديو ده. ده هو القطاع الكراون بتاعي، بيسموه كراون. كراون ليه؟ كراون يعني تاج، شكل التاج يعني. تمام، عالي في النص واطي في الجنبين. عايز احول القطاع ده اهو للقطاع الاخير اللي هو قيمته ايه؟ اي. مايل من عالي من الحافه الخارجيه واطي من الحافه الداخليه. ليه؟ عشان قصه السوبر اليفيجن. هنعمله ازاي؟ عن طريق سلم. هنعمل سلم عشان نطلع من المنسوب الواطي لمنسوب عالي. تمام، ازاي؟ بص كده واحده واحده. ادي الكراون اهو، بيسموه حتى النورمال كراون اللي هو فين اهو، شوف حتى بيلون معايا، خد بالك اهو، ده القطاع قبل الكيرف. تمام، حلو. طيب انا ينفع اطلع مره واحده من المايل ده الفجأة ده؟ قال لك لا، هنعملها سلم. ازاي؟ بدل ما هي مايله لتحت الاول، ما تعدل الحاره دي. اعدلها ازاي؟ ارفعها سنه، صح؟ قال لك ارفعها لقيمه كام؟ قال لك صفر. يعني دي لو نازله ميل 1.5% لا هخليها كام؟ صفر. ركز اهي. طب بعد كده قال لك والله هكسر الحاره دي، بدل ما هي صفر اديها ميل تاخد نفس ميل الحاره اللي هي نازله دي، بس يعني ايه تاني؟ هي كانت مايله 1.5 لتحت،
خليتها تاني حاجة ايه تاني سلمها اعملها 0%، تالت سلمها اعملها ان انا اخلي الميل بتاعها ده هو نفس ميل الحارة الداخلية اللي هو 1.5 في اتجاهها، يعني ما هي كانت 1.5 بس كانت اتجاه المقلوب، لا انا هخليها 1.5 في اتجاه الحارة الداخلية. تمام تمام يا ابني. تمام يا ريس. تمام يا ريس معاك. حلو حلو. انا باقي لي ايه الميل ده كله 1.5%، انا شغال ب 1.5%، لا انا شغال بقيمه اي. طب اي دي كام على حسب الحسابات، تطلع بقى 4 5 7 زي ما تطلع. طب اديها ميل كام؟ قال لك الاي. انا في الاخر بديها قيمه ميل بتاعنا بقى. تمام حلو. الاي ده يا باشمهندس بيمشي على الحاره الداخليه والخارجيه الاثنين صح؟ على الحاره الداخليه والخارجيه بقى خلاص. تمام تمام ايوه تمام. انت لو خدت بالك انا الاي ده بخليه بس على الكيرف، يعني الكيرف بس هو الاي، يعني على فكره بعمل الانتقالات دي قبل ما اخش على الكيرف، يعني عشان ما حدش بس يجي في دماغه بس ايه يشغلها يقول لي طب ما هو داخل على الكيرف بقيمه 1.5% مثلا زي القطاع ده تمام، وانت قايل لي لا ده انا عايز ايه 4%، فال1.5 دي ممكن يقلب العربيه برده. قلت لك لا انا بعمل القطاعات دي انتقالات قبل ما اخش على الكيرف، يعني باجي على الجزء المستقيم اللي هو قبل ما اخش على الكيرف ابدا العب في الحاجات دي. امين تمام يا باشمهندس. حلو. يبقى انا دلوقتي ايه محتاج في الجزئيه دي حاجتين، ان انا اعرف احسبها اي زائد الاف اس بتساوي الفي تربيع على 15. تاني حاجه اعرف ارسمها، اعرف ارسمها اصل ده بلان، بلان هيبان ايه خط وكيرف لكن مش هيبين لاي تفاصيل، عشان اشوف اي تفاصيل لازم اروح لفين ابص عليها من جنب هنا، ابص عليها من البروفايل من الاليفيجن في الجنب كده واشوف مين اللي بيوطى ومين اللي بيعلى ومين اللي بيعمل حاجه دي. تمام دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايزك تركز فيها ايه هي النقطه اللي عايز تركز فيها؟ هو انا عشان ارفع منسوب صح، عايز اقول لك كلمه منسوب يعني ايه؟ منسبها الحاجه صح، يعني انت هتقعد تتحرك في الحاره دي بالنسبه لمين؟ يعني انا خليتها 0%. تمام يعني ايه كانت دي مثلا منسوبها 1 خليت منسوبها 3 مثلا، بقت 3 بالنسبه لمين؟ تمام تفهمين النقطه دي؟ يعني انا قعدت ارفع في النقطه دي بالنسبه لمين، رفعت منسوبها بالنسبه لمين؟ فقال لك عشان كده انا عشان اقعد ارفع وانسب لنقطه معينه عندنا 3 طرق عشان اعمل السوبر اليفيجن. 3 طرق، 3 طرق جم منين؟ قال لك والله ممكن ارفع منسوب دي بالنسبه لمنسوبها، حاجه غريبه هتشوفها دلوقتي، او ارفع منسوب النقطه دي بالنسبه لنقطه السنتر لاين، او ارفع منسوب النقطه دي بالنسبه للحافه الداخليه. فعشان كده عندنا 3 طرق عشان نوقع السوبر اليفيجن، يا اما اعمل روتيشن او دوران او الف الحاره دي او اعدلها روتيشن يعني اظبطها يعني على منسوبها الاوتر ايدج، او على منسوب السنتر، او على منسوب الانر ايدج. تمام اسهل طريقه اللي هتفهم بيها ان انا انسبهم كلهم لمين؟ للسنتر لاين. تمام كده ركز بقى. يبقى انا تاني اهو القطاع ده بص عليه وعينك عليه شويه وهننزل تحت دلوقتي. تمام انا دلوقتي قلت لك الميل 1.5%، عايز اعمل ايه؟ انا ده مش قلقان منه لان هو مايل معايا في نفس الاتجاه اللي انا عايز امايل في القطاع، فانا قلت ده هخليه بدل ما هو مايل من 1.5 هقلبه صفر، اخلي الحاره دي افقيه كده، وبعد كده اديها ميل نفس الميل بتاع الحاره الداخليه، وبعد كده اديهم الميل كله اللي انا عايزه. تمام الفكره كلها انت عايزك تعمل ايه؟ انا عايز اقف اهو واشوف منسوب التلات نقط دول اللي هم هيترجموا لي تلات خطوط، الخط بتاع الانر والخط بتاع السنتر والخط بتاع مين الاوتر. انا دلوقتي لو انا بنسب نقطه السنتر، يعني ايه بنسب نقطه السنتر؟ انا بنسب منها يعني انا منسوبها ثابت السنتر وبنسب بقيه النقط بالنسبه لها كمان شويه دلوقتي، يعني النقطه اللي انا بنسب ليها منسوبها هيتنوا ثابت على طول القطاع بتاعي. بمعنى تاني بص كده، انا دلوقتي عملت ايه؟ قلت لك ان انا هنسب من النقط اللي انا هقعد ارفع فيها الاوتر دي بالنسبه للسنتر. تمام في حاجه منسوب السنتر ده ثبته وارفع دي ليه، يعني عشان اخلي دي افقيه هعمل ايه؟ اخلي النقطه دي نفس منسوب النقطه دي صح كده اهي، خليت منسوب دي نفس منسوب دي. طيب بعد كده عملت ايه عشان اخليهم اخلي ده ثابت زي ما هو ما اتحركش؟ ارفع دي بالنسبه للسنتر اهي،
فمنسوب السنتر ثابت عندي. واخر حاجه هعمل ايه في القطاع ده؟ الميل ميل ده 1.5%، عايز اخليه 4% مثلا، فهعمل ايه في النقطه دي؟ هتلاقي بنزلها والنقطه دي برفع فيها، مش دي مثلا لو 1.5%، فالنقطه دي عند هنا. طب لو انا خليت الميل اللي هي الحافه الداخليه دي والحاره الداخليه دي 4% مثلا، هعمل ايه؟ هنزل بيها عشان تديني الميل، والنقطه دي منسوبها ثابت. فانت لو خدت بالك وانا باجي ارسم القطاع وهنرسمه واحده واحده دلوقتي بالتفاصيل كلها، هتلاقي منسوب السنتر ده ثابت. طب لما اجي ابص من هنا المفروض اشوف ده خط واشوف ده خط واشوف ده خط، بس في كسرات. ازاي؟ لو انا جيت بصوب على منسوب السنتر ده هلاقيه ايه؟ ثابت. بص كده، منسوب السنتر ده هتلاقيه ده، هتلاقيه ما تحركش فيه تن، ولو كان منسوب النقطه دي 10 فهو ماشي هنا 10 هنا 10 هنا 10، فهتلاقيه كده. بص بص بص، لو جيت اسقطته هنا هشوفه خط اهو. طيب الانر قال لك في القطاع ده اهو، والقطاع ده اهو، والقطاع ده اهو خط برضو افقي، بس اوطى منين؟ من السنتر اهو. فشفت خط خط افقي اوطى من السنتر لحد اخر قطاع، وابدا يعمل ايه؟ ينزل اهو. مش هو كان منسوب ده كراون، وبعد كده ده تانو ثابت، ده تانو ثابت، بدا يتغير امتى؟ على اخر حته صح، نزل شويه اهو. ادفع مما تتخيل. طب القطاع اللي هو الحافه الخارجيه دي، ده عند اول نقطه منسوب، بعد كده بدا يعلى، بعد كده بدا يعلى، بعد كده بدا يعلى اهو اهو. القطاع ده ايه اللي حصل فيه؟ لو هنا مثلا بادئ بتكلم من اول هنا، بدا يعلى 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 يعلى. في مشكله يا شباب، ركزوا والنبي عليكم عشان نرسم صح بقى. انت المفروض ترسم الرسمه دي، انت فهمتها؟ المفروض نرسمها ازاي؟ هقول لك طريقه دلوقتي للبصم، بس انت عايزه تكون فاهمها. دكتور حضرتك هندسه ده بتقول متنسب بالنسبه لنقطه السنتر، لنقطه السنتر دي مثبتها وبنسب ليها. دي اول طريقه عندنا. وتاك عندنا ثلاث طرق، اشمعنى هرفع دي بالنسبه للسنتر؟ ما انا ممكن ارفع النقطه دي بالنسبه للانر، مزاجي انا كده تمام. انا مساح وابن جنيه على الميزان مثلا، بفهم فيه فهعرف اشتغل عليه واعمل الشقل تمام. ماشي تمام. تمام. تعال بقى يا عم نرسم الليله دي كلها ازاي. بص كده يا صاحبي، قلت لك اول طريقه عندنا هي اسمها ايه؟ اول طريقه بيسموها بتاع الطرق توقيع السيتنج بتاع السوبر اليفيجن، بيسموها مين؟ الروتيشن اباوت السنتر لاين. اللون ده عندي. حاضر يا باشا. حاضر يا فندم، اوامر سعادتك. اول طريقه عندنا اللي هي الروتيشن الدوران حوالين السنتر لاين. قال لك الفكره كلها ايه؟ الرسمه بترسمها كده في الامتحان. انا عايز اعمل كام قطاع؟ اول قطاع اللي عندي اللي اسمه النورمال كراون صح اهو. قيمه الميل عندي كام؟ 1.5 الكيوب تساوي 1.5% اهو تمام. ونفس الكلام هنا، كيو هتساوي 1.5%. في مشكله يا شباب؟ خلاص اتفقنا. النقطه دي اسمها ايه؟ دي بيسموها نقطه السنتر لاين. نعمل سي كده وعليها حرف اي او سنتر يعني، ودي نقطه الانر ايدج تمام، ودي نقطه مين؟ الاوتر ايدج. في مشكله يا شباب؟ تعرف ترسم الرسمه دي؟ في مشكله فيها؟ تمام يا هندسه. تمام يا صاحبي. طيب لو جيت قلت لك لو انا عندي الطريق عرضه ده 10 متر مثلا، اي حاجه، مش ممكن نفرض مثلا ان لو نزلنا خط من هنا كده وخط افق ده، دايما الطريق بنقيسه على الافق، ماليش دعوه بالميل يعني، انت فاهم؟ الميل ده بحققه بالمناسيب، بس دايما الميل بتاع الطريق بيسموه بيقيسوه على الافق. فلو كان عرض الحاره دي اسمه دبليو، ونفس الكلام هنا دبليو تمام. في مشكله يا شباب؟ لو جينا هنا خدنا خط مثلا، معلش الخط ده اهو كده اللي هو عند نقطة الأوتر ده كده،
وقلت لك تعرف تحسب لي المسافة اللي هي دي؟ مش ده مثلث؟ واحد ونص ده بي. جبتها منين؟ ان الميل اللي هو واحد ونص، الميل بيساوي يا شباب، الميل بيساوي الرأسي على الأفق. فالرأسي ده لو سميناه سي مثلا هيزعل، لو سمينا الخط ده سي على الدبي، الرأسي على الأفق. فالأفق معايا عرض الحارة ومعايا قيمة الميل، تعرف تحسب السي؟ اه يا عم، يبقى السي 1.5% دبليو. في مشكلة شباب؟ يعني النقطة دي معايا صح، الارتفاع ده اللي هي قيمة السي دي 1.5 دبليو، في مشكلة؟ يبقى الحتة دي كده 1.5 دبليو اللي هي بيسموها السي، الميل بيساوي رأس على أفق. تعالى بقى نمسح ده كده، ملوش لازمة، غريبة جدا. محو أمية ما علينا. المهم إذا في مشكلة شباب لحد الآن، طيب أنت عايز تعمل إيه؟ قلت لك ده أول قطاع بالنسبة لي رقم واحد. ثاني قطاع عايز تعمل إيه؟ القطاع ده هثبته وهبدأ أعمل في القطاع ده اسمه إيه؟ الحافة الخارجية ده أعمل فيه إيه؟ هبدأ أرفعه للصفر. الله ينور عليك، هخلي ده صفر. مش أنا بدور حوالين السنتر فهثبت منسوب مين؟ السنتر صح؟ فأنا عشان أخلي ده 0% يبقى هرفع ده هو بقيمة، يعني مثلا دي لو منسوبها واحد متر مثلا، عايز أخلي دي أفقية، ازود فوق القيمه دي كام قد ايه؟ واحد متر. يعني نهار اسود يا ابني، البتاع دي لو هي منسوبها واحد متر وعايز ارفعها اخليها افقيه مع ثبت نقطه دي، يبقى ارفع دي مقدار قد ايه فوق المتر؟ واحد دبليو. الله ينور عليك، ارفعها بقيمه السي اللي هي 1.5 دبليو صح كده اهي. يبقى انا عايز ارسم تاني قطاع اللي انا اخليه ايه بالمنظر ده، ان انا اخلي ده افق كده اهي، وده هيتغير. معلش هندسه، دي 1 متر بالنسبه لايه؟ بقول لك مثلا وليكن منسوبه 1 متر، كنت واخد من نقطه روبير وخدت منسوب النقطه دي 1، بفترض يعني مثلا منسوب 0 اي رقم يجي في دماغك يعني، تمام؟ فكرت يعني من نسبه للسنتر، تمام؟ اي نقطه بقى بثبتها بالنسبه للسنتر مثلا، اي حاجه بلاش، انا اسف حقك عليا، انا اسف. مقصود يعني اللي هو كانت لو كان بالنسبه للسنتر كنا نرفعها 1 متر بس، تمام خلاص ماشي. ماشي انا بقول لك، انا بديك مثال مثلا، معلش فاهمني. تمام تمام حلو. تاني قطاع انا عايز اعمل فيه ايه؟ انا عايز اخلي ده اهي 0% خلاص. ازاي هثبت النقطه دي وارفع دي ليه اهي؟ وليكن دي، طب دي هتتغير دي ما قربت لهمش صح. فانت بتيجي ترسم كده، يعني هي انت مش هترسم بسكيل قوي بس بالسنس بتاعك، فدي هي نقطه السنتر نو، مش هتبقى ايه، ما فيهاش اي ايه تبديل يعني. حاول بقدر الامكان ده ايه قصاد دي وده ايه قصاد دي، لان ما لعبتش فيهم، اللي كل لعبت في مين؟ في الاوتر دي صح كده اهي. ماشي، النقطه دي اسمها مين؟ ادي دي اسمها السنتر ودي الانر ايدج، ودي مين؟ الاوتر ايدج. حد يعرف يكتب الميل؟ اه يا عم، الميل ده كام؟ كيو 1.5%. الميل ده كام؟ صفر. جدع، صفر. الحمد لله. تمام عايزك في كل قطاع تحسب لي، تكتب دي دبليو وتحسب لي القيمه الرأسيه. لو انا افترضت من السنتر دي نفس عرض الحاره كام؟ دبليو صح، ودي كام؟ دبليو. هي بس عشان الرسمه مش ايدي بس مش مظبوطه. حد يعرف يحسب القيمه دي كام؟ ما هي يا نفس القيمه سي، هي كيو دبليو، هي سي اهي، قيمه السي 1.5 في اللي هي كيو
سميها كيو بقى اللي هي الميل في الدبليو. تمام تمام. ده اسمه ايه؟ تاني قطاع اهو. قلت لك احنا بنعمل سلم بنطلع واحده واحده اهي. تالت القطاع هعمل فيه ايه؟ ارفع المنسوب الحرف الداخلي. هرفع مين؟ هرفع الاوتر ايدج لقيمه بحيث يبقى الميل بتاعها نفس الكيو اللي هو 1.5%، صح كده؟ طب هل قربت الحاره الداخليه زي ما هي اهي كده بعيني المح دي كده، دي ما اتلمستش اهي. تمام. ودي كام؟ دي اترفعت. اترفعت كام؟ 1.5% اهي، اترفعت 1.5% اهي. قيمه الميل هنا كام يا شباب؟ ده كيو برضو وده كيو صح. النقط دي ايه؟ الانر ايدج، ودي مين؟ الاوتر ايدج. تمام. في مشكله؟ قلت لك تعال نفرض دي دبليو مش سنتر، دي اسمها السنتر، اسف اهي السنتر. حلو. الحاره دي اسمها دبليو، ومن والافقيه برضو دي كام؟ دبليو. هسألك سؤال، اي مثلث عايز الراسي بتاعه؟ الراسي بيساوي الميل في المسافه الافقيه. حد يعرف يقول المسافه دي قيمتها كام والمسافه دي قيمتها كام؟ برضو سي هتبقى سي. اي مسافه راسيه احفظها بيساوي المسافه الافقيه في الميل اهي، يبقى دي سي اللي هي كيو في الدبليو، دي برضو سي. ده القطاع رقم كام؟ 3. في حد مش فاهم انا بعمل ايه؟ لا تمام كده. لا تمام. حلو. اخر قطاع عايز اعمل في القطاع ده اعمل ايه؟ اخلي قيمه الميل اي في المية. طيب دي كانت 1.5، عايز اخليها 4 صح؟ ودي كانت 1.5 عايز اخليها 4 مثلا صح؟ طيب الأربعة هتبقى نازلة شوية صح؟ فده هينكسر شوية صح؟ وده هيترفع شوية صح؟ أيوه تمام كده. تمام. بالنسبة لمين؟ أنا بدور حوالين مين؟ السنتر لاين. فالنقطة دي ثابتة أهي، وأبدأ أعمل إيه؟ أزود الميل شوية أهي، وأزود الميل هنا شوية. قيمة مين؟ اي اي. ادي السنتر، وادي مين؟ الاوتر، وادي الانر. في مشكلة رجالتنا؟ نفس المبدأ العيان بتاعنا، ان انا عايز احسب مين؟ المسافة الرأسية دي كام والمسافة الرأسية دي كام؟ دبليو في الاي اللي هي ايه؟ قلت دي لو عرض الحارة دبليو، وادي عرض الحارة دبليو، فانا عايز احسب ده ايه واحسب ده ايه. سمي المسافة دي اس. حد يعرف يحسب قيمة الاس؟ اختصار للسوبر الايفيشن هتساوي كام؟ اي المسافة الرأسية بتساوي مسافة افقية في الميل، يبقى ايه في الدبليو. في ادنى مشكلة شباب؟ الأربعة. ايه يا باشا؟ هي الدبليو ثابته في الحياه الاربعه ولا متغيره اكيد؟ يعني عرض الحاره ثابت، مش هزوده. انا بفترض دلوقتي العرض الحاره ثابت، سيبك من التوسعه والكلام ده. تمام. بعد كده لما العرض يتغير بقى تعرف تفهم. افهم بس المبدا على الحاله الايديال خالص، وبعد كده ايه اتعامل انت مع نفسك. تمام ماشي. يبقى اول خطوه عملت ايه؟ انا قلت هدور حوالين السنتر، فرسمت الاربع قطاعات. المرحله الجايه مرحله البصمجيه، واحد عايز يبصم اهي. تمام. النقطه اللي انا بدور منها انزل منها خط، النقطه اللي انا بدور منها انزل منها خط، النقطه اللي انا بدور منها انزل منها خط، النقطه اللي انا بدور منها انزل منها خط. وقع الخط ده التلات نقط، مناسيب التلات نقط. يبقى النقطه الخطوه اللي جايه بعد كده خطوه البصمجيه. اول حاجه انزل خط منين؟ من النقطه اللي بدور حواليها. بدور حوالين السنتر فنزل خط من السنتر،
وبعدين اوقع مناسيب الثلاث نقط بالنسبه لدور حاليه. مش نقطه السنتر دي والسنتر دي والسنتر دي ثابته، يعني لو انا افترضت نقطه السنتر هنا على النقطه دي، تعرف تقول لي لو انا جيت بصيت من هنا اهو واتجاه نظري اهو، مش نقطه السنتر هنا ايه في منسوب الانر؟ تحت السنتر ولا فوق السنتر؟ تحت السنتر. تحت السنتر بمقدار قد ايه؟ ال سي هي 1.5 الحته دي جدع. قيمه السي هي دي منسوب مين؟ الانر. لو انا واقف هنا برضه وبعمل اسقاط للاوتر، اشوف فتحت ولا فوق السنتر؟ السي السنتر تحت برضه. تحت برضه، يعني النقطه دي والنقطه دي منطبقين على بعض صح؟ على نفس المسافه اسمها السي. صح يا باشا، صح يا باشا. تعالى للقطاع الثاني، انا احط نقطه السنتر. هل نقطه السنتر هنا مش هي على نفس الخط ده؟ يعني نفس المنسوب ما اتغيرتش؟ ايوه ده اهي ادي السنتر. ابص من هنا برضه اشوف اسقاط الانر فوق ولا تحت السي؟ بص والله بصمجيه اهي، تحت السي ولا فوق السي؟ تحت السي. بمقدار كام الكيو في الدبليو؟ يعني فين بعينك برضو انت بترسم؟ اكيد قصاد دي لان هي نفس المنسوب اهي. بمقدار السي. طيب الاوتر لما اجي ابص من هنا الاقيها في منسوب مين؟ انا دايما بقول بالنسبه لمين؟ للنقطه بدور حواليها، بالنسبه للسنتر. الاوتر بالنسبه للسنتر فوقها ولا تحتها؟ عليها. عليها. الله ينور عليك، ادي الاوتر اهي يا عم. اجي هنا منسوب السنتر انا بدور حواليه في حلقه ثابته اهي، قصاد دي قصاد دي ادي السنتر. فعشان كده النقطه اللي بدور على حواليها يفضل انت تعمل ايه؟ تيجي تاخد خط كده وتشده ثابت. ليه؟ لانه منسوبه ثابت، فالخط ده قصاده بتاع مين؟ السنتر اهو. فهنا السنتر، هنا السنتر، هنا السنتر. يعني بمعنى بنفس المبدا كده اجي للقطاع ده السنتر فين؟ قصادها هنا. يعني اكتب قصادها السنتر. اجي بقى ابص اسقاط مين؟ الانر والاوتر. الانر هل منسوبه فضل ثابت ولا حصل له ايه؟ او نحس على القطاع ده اسف، تعال هنا ادي السنتر. منسوب الانر تحت ولا فوق السنتر؟ زي ما هو تحت السنتر ومقدار السي، يعني قصاد دي كده، يعني بعينك كده المح دي الانر هنا زي ما هو ما اتغيرش اهي بمقدار السي. طيب بالاوتر فوق ولا تحت السنتر؟ فوق. اشمعنى بتدور حوالين السنتر؟ لان الطريقه الاولانيه بتقول دور لي حوالين السنتر، انا والله ما جبت حاجه من عندي، هو اللي بيقول لي كده. طب فوق السنتر بمقدار قد ايه؟ سي. السي اهي عندك اهي. النقطه الاخيره السنتر ثابت اهو. الانر تحت ولا فوق السنتر؟ تحت. بمقدار تحت. كام؟ بمقدار كام؟ إيه في الدبليو. إيه في الدبليو، انت بتعجن كده ايه في الدبليو. طب هل هي اكبر من السي؟ يعني الاس دي علاقتها بالسي ايه؟ اكبر ولا اقل؟ اكبر. اشمعنى؟ لان الكيو 1.5 جدع يا معلم. الاي كيوب 1.5 فالدبليو ثابت، فالاي دي اكتر من فوق من فوق الاربعه، فالاربعه اكبر من 1.5، فبالتالي الاس هتلاقيها ايه؟ اكبر. فتلاقي النقطه دي بتاعت الانر تحت كده بمقدار مين؟ الاس. طيب الاوتر بنفس المبدا، بص من هنا فوق ولا تحت السنتر؟ فوق. بمقدار كام؟ ادي الاوتر بمقدار مين؟ الاس. كل ما عليك ان انت تعمل ايه؟ كل نقطة أوصلها بأختها، وصلت السنتر بالسنتر بالسنتر بالسنتر، أوصل الإنر بالإنر بالإنر بالإنر. مش الإنر هنا كلهم على الخط دول على التلات نقط ثابتين؟ يبقى ده خط مستقيم أهو أهو، وأوصل دي بدي أهي، أوصل كل نقطة بأختها، اوصل كل نقطه باختها، وصلت السنتر بالسنتر بالانر 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 بالانر، الاوتر بالاوتر
بالأوتر بالأوتر ده هو هتلاقيه خط مستقيم وجد أن ميله كام؟ واحد ونص واحد إلى متين. الخط ده هو ميله واحد إلى متين أو الكود فرضه واحد إلى متين. ميل الخط المستقيم ده ميل الخط. تعرف ترسم ده يا قلبي؟ أعرف هندسة. حلو، دي على 10 درجات في الامتحان. بص السؤال ده بيجي اسمه ايه يا باشمهندس؟ معلش يجي لك، يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك باي 3 ميثود او باي ديفرنت ميثود، يعني ارسم انا اهو باي ديفرنت باي 3، هتلاقي عندك في الشيت ديفرنت ميثود بثلاث طرق مختلفين هاو تو سيتنج اوت السوبر الفيجن. باشمهندس معلش بمناسبة الشيت بس، انا رفعته من غير ما اكتب اسمي على كل ورق عادي ولا حقك عليا؟ معلش هعرف خطك، عارف حافظه ما بيعرفش. اه ماشي، هو مش عارف باشمهندس بيعرف ينقله منك ازاي اصلا. قول يا قلبي، هو في المرحلة الأخيرة في الأوتر إيدج مش المفروض إن هو يتكسر؟ يعني في المرحلة الأخيرة مش المفروض إن هو يتكسر لفوق؟ ما هو أعلى، بس هو طالع بميل، يعني ده تلاقي دي قمة السيم مش أيوه. هو أقول لك إزاي، مش هي السي بتساوي الإي في الكيو في الدبليو واحد ونص في الدبليو أو كيو في الدبليو ودي أيوه. قيمة الإي في الدبليو، فهي أيوه. الميل اللي أنا بختاره بيبقى ثابت شوية، فاهمني؟ مش هينكسر قوي. تمام، أنت لو فتحت المحاضرة مع الدكتورة دي المحاضرة ايه نزلك، هتلاقيها ايه ادي الطريقة الاولانية ايه وشوية كلام كده هنقوله دلوقتي. ايه ادي منسوب السنتر ثابت الخط ده اهو، وادي منسوب الانر اهو، وادي منسوب مين الاوتر. تمام، بس عادي هتلاقي الدكتورة كانت بيقولك ده مثلا الكيو واخداه بدل 1% 1.5% 2% مش تفرق معايا في حاجة. انا عندي بس تعريفين مهمين جدا لو جالك في الامتحان، في حاجة اسمها التانجنت ران اوت سيكشن وحاجة اسمها الران اوف سيكشن. ايه بقى الكلمتين دول؟ قال لك الران، انا ده المحاضرة على فكرة، على فكرة الراجل اللي كان بيسألني على السيكشن هرفعه لك اهو اللي انت كنا بنشرح منه، تمام، بس انا مش عاجبني لان في حاجات غلط فيه كتير يعني، فاهمني؟ هرفعه لك يعني حاضر هندسة. هو الراجل اللي كان بيسألني عليه موجود لسه؟ اه معاك يا باشمهندس. انا مش هرفعه لك مجرد تتبص عليه، بس ما ذاكر من انا اديته لك اللي هو الورق ده. ماشي خلاص تمام. حلو، عندنا تعريفين، في حاجه اسمها الران اوت سيكشن والران اوف سيكشن. ايه رايك كده الران اوت سيكشن عباره عن ايه؟ قال لك الطول من الطريق لينس اوف رود واي محتاجه نيدد تو اكومبليش، تمام، عشان احقق تشينج ان اوت سايد لين. قال لك الران اوت، قال لك دي المسافه اللي انا محتاجها من طول الطريق عشان اعمل ايه، اخلي الحافه الخارجيه سواء دي او دي، بقى هي كده على الرسمه دي دي اعتبرت الحافه الداخليه اللي هي دي، واعتبر دي الحافه الخارجيه، تمام، الطول من الطريق عشان اعمل فيه ايه، اخلي الحاره الخارجيه منها يساوي زيرو، اهي تشينج ان اوتسايد لين كروس سلوب اللي انا اغير في مين الاوتسايد لين فروم مين النورمال اللي هو 1.5% لمين للزيرو. يبقى الران اوت لينس المسافه اللي انا محتاجها، اللي هي اهني هندسه دي المسافه اللي انا محتاجها، المسافة اللي أنا محتاجها من طول الطريق عشان أعمل إيه؟ عشان أحول الحارة الخارجية من منسوب النورمال كراون اللي هو 1.5% لمنسوب كام؟ زيرو. دي بيسموها الرون أوت لينس. في أدنى مشكلة في التعريفات دي؟ ها؟ لا بسيطة شانس. بسيطة يا باشا. طيب تاني تعريف عندك في المحاضرة أو الدكتورة قالته مليون في المية هي حاجة اسمها الران أوف. إيه هو الران أوف؟ قال لك الطول من الطريق عشان أرفع الحارة الخارجية أو من ميل الحارة الخارجية أو أظبط ميل الحارة الخارجية من 0% لخليه كام قيمة السوبر الفير اللينس أوف رود واي نيدد تو أكومبلش، أو إن أنا أعدل التشينج إن أوتسايد لين كروس سلو فروم زيرو
تو فول سوبر إليفيجن أو العكس. تمام؟ يبقى الران أوت لينس الطول من الطريق محتاجه عشان أعمل إيه؟ عشان أخلي الميل بتاع السوبر إليفيجن أو الميل بتاع الأوت سايد لين من زيرو أخليه ميل كام؟ السوبر إليفيجن. فالحتة دي اسمها إيه؟ الران أوف لينس، أي يسموها الران أوف لينس او ران اوف سيكشن اي حاجه الران اوف. المهم دي ران اوت ودي ران اوف. ماشي يا شباب؟ امتحان الباشمهندس بيبقى مسموح نكتب الحاجات دي بالعربي ولا لازم بالانجليزي؟ معلش بالعربي بالزغرافي، اكتب اي حاجه اي حاجه يعني خدها كدرجه. بالهندي المهم تمام. حلو، باقي لك ايه بس يا معلم؟ ازاي احسب الطول ده وازاي احسب الطول ده؟ حد يعرف يحسب الطول ده؟ الران اوت لينس لا حياة اللي من تنين سي تقريبا ال اس بتساوي اي دبليو اس اي دبليو اي دبليو زد كلمتين السي او حاجه زي كده مش متذكر. هندسه عند السي والمي جدع يا ابني، فين عايز مش انا عايز خط الافق ده صح؟ يا 200 الاس يا 200 الاس 2 اس ناقص سي. انت اي عجب اربع حاجات سمعتها في المحاضره فجاءت انا شرشو شرشو. لا لا انا فاتح الورقه اللي انت فاتح الورقه اللي انت مديهولنا اهو. مثلث هو بس شرشو. ها ايوه عجز. مش ده اللي مش ده معايا مين الخط ده؟ مش ده مثلث؟ المثلث ده معايا الميل، الميل بيساوي كام؟ 1 على 200. الميل بيساوي ايه؟ راسي على افق. اجيب العاب طول حضانه اهي، راسي على افق. الراس بيساوي كام؟ يس. والافق فين؟ اهي اللي انا عايزه. يبقى الافق بيساوي كام؟ اهو ما الطرفين في وسطين نتيجه جدع جدع طرفين وسطين. خد المقص الجذرين. المهم يبقى 200 اس. تمام 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 يا هندسه تمام. حد يعرف يحسب ده هو يساوي كام؟ 200 سي. جبتها منين؟ نفس القانون. ما ميل الخط ده ثابت، الميل بيساوي 1 على 200 الراسي على الافقي اهي. واحد تاني بصمجي مش عارف اي حاجه في الدنيا بس سمع حاجه اسمها التشابه فيقدر يقول اس على السي هتساوي الحته دي على الحته دي. تشابه بقى شابه. ماشي ماشي تمام يا هندسه تمام ماشي حلو. انت لو فهمت الطريقه دي اللي جاي كله بصم بقى خلاص انت حفظت تسلسل السيكوينت بتاع المئة او التسلسل بتاع الطريقه دي هي هتطبق في الطريقتين الباقيين وكده السكشن خلص. تمام تعالى بقى. والله قالوا لك ايه قديما؟ قالوا ايه اذا ايه طلبت العلا فاسهر الليالي حاجه زي كده. المهم بس دي واحده كده هوريك حاجه كده مهمه. خليك معايا خليك معايا دي خليك معايا دي خليك 1 مينيت معايا 1 دقيقه 1 دقيقه دقيقه هطلعك من البتاع والله. ماشي اصبر 1 مينيت بليز 1 مينيت 1 مينيت. حاضر شوف يا عايز يا ابني بقى انت لما بتعمل السكشن الثلاث بجاوب وهكون فاهم معاك ازاي وعشان كده انا نفسي ارجعه تاني يوم الاثنين. يا ابني انا اللي جيت قلت واحد على 200 يا ابني محدش قال لك السكشن انا اصلا والله خساره فيك. حمودة انت مصوتي ما حد طلع حجازي تقريبا حجاز عاد بقى
يا جدعان خطر لكم والله. ايش عايز اوريك حاجه بس خليك معايا بس كده، الناس بتهزر بس خليك بتدور على حاجه مهمه ليك يعني، فبالله عليك اهدى شويه كده ماشي. بص كده يا سابق، بص كده يا رجاله، اهي لقيت ايه، حظكم حلو. الحمد قال لله. لك والله 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 قالوا لك ايه قديما، تمام، قالوا ايه، تعال بص على السوبر ديفيجن قديما قالوا كده، قال لك والله المشكله كلها في ايه، ان انت درجه السلم دي انت ممكن تعمل في السلم تخليه الناس ما تحسش وهي طالعه السلم ان انت تعمله درجه انحنائه بسيطه شويه، تزود درجات كده بس تحس ان السلم مستريح، او تخلي السلم ها ناشف يعني ايه واقف كده. فنفس الكلام، ايه الفرق بين الرسمه اللي فوق دي والرسمه اللي تحت دي؟ فوق ما فيش سبايرال وتحت في اللي سبايرال. فوق بتكلم بجد والله، سيبك من السبايرال. جدع، قول له جدع، قول له جدع. ماشي طب اصبر بس، الفرق ايه، الفرق ايه؟ سنة واحدة تدريجي، اللي تحت ده منحنى جاي تدريجي مش جاي مرة واحدة زي اللي فوق. الله ينور عليك. فقال لك والله ان احنا ممكن نعمل الحركة دي ان احنا نحط حاجة اسمها مين، سبايرال كيرف. يعني ايه كلمة سبايرال؟ منحنى انتقالي. ان انت بص شايف الفرق ده، بص كده في رسمة هنا كده برضو كنت جايبها، ايه شايف الفرق ما بين دي ودي؟ ده ما فيهوش اصبار، هتلاقي الكيرف شارب حاد شويه. طب ده في كيرف بس انت مش حاسس ان هو كيرف، لان معمول حاجه اسمها منحنى انتقالي. تمام، ايه المنحنى الانتقالي ده؟ قال لك المنحنى الانتقالي او السبايرال كيرف ده قال لك عباره عن ايه، يعني كنا فاكرين، كنا عدينا نقطه هنا فاكرين ايه، قال لك لك عشان انقل من خط المستقيم لمنحنى بعمل حاجه لا هي منحنى ولا هي خط مستقيم. لو انت خدت بالك في المحاضره الدكتوره ما جت شرحت السبايرال كيرف ده قالت لك ايه، وعلى فكره ايه بيجي لك سؤال نظري في المحاضره دي، المحاضره الدكتوره هتيجي تقول لك ايه اهميه السبايرال كيرف. تمام، السبايرال كيرف يا اخواني بيعمل ايه وايه تعريفه؟ ده التوقيع صح، مش فاكرين كلمه التوقيع ده اللي هي بتقيس منين الزاويه تفتحها من هنا والزاويه دي، فاكرين المساله دي احنا قعدنا نعك فيها كتير دي، ما انت فاكرين حاجة. المهم تعالى بس ايه كلمة سبايرال كيرف تعرفها ايه. السبايرال كيرف ده عبارة عن ايه؟ قال لك والله ده حاجة لا هي منحنى ولا هي خط مستقيم، بتربط بين الخط المستقيم وبين المنحنى، فهو عبارة عن منحنى نص قطر. هو نص قطر، هو الخط المستقيم نص قطر يا شباب؟ لا والله ليه نص، ليه نص قطر انفينيتي يعني بس في الملا نهايه. تمام، فقال لك السبايرال كيرف ده بيبقى في البدايه خط مستقيم وبعد كده يوصل للمنحنى. يعني ايه؟ قال لك نص قطره في البدايه بيبقى في ملا نهايه اللي هو نفس خط، نفس نص قطر خط المستقيم، وبيربط على منحنى لنص قطر، فده تعريف السبايرال كيرف. تمام، فالسبايرال كيرف قال لك كيرف which has an infinity long radius، لنص قطر في البدايه عندي ايه الوصله بتاعه الخط المستقيم اللي هو التاني، وبيلي نص قطر عند مين، بيساوي نص قطر مين، المنحنى. والبتاع ده بيبقى ايه بيزيد بيقل تدريجي، يعني بيبدا من النهايه ويبدا نص قطر يقل تدريجي لحد ما يوصل مين، بيبقى سيم بتاع مين، الريديوس، يوصل نفس نص القطر بتاع مين، الريديوس. اهميته ايه؟ حد في شافه اهميته في الرسومات اللي انا وريتها لك دلوقتي؟ أهميته إيه؟ بيقلل من قوة الطرد المركزي وبيوسع الصيد اللي هو مسافة الرؤية. وانتصار المسلمين وهزيمة الأتراك الصليبيين. أيوه المهم ركز بس ركز. تمام، فقال لك الأهمية بتاعته إيه؟ أول حاجة إن هو بيوفر natural وايزي تو فولو، يعني بيوفر حاجه طبيعيه وحاجه سهله جدا ان انت ما تحسش ان انت عملت كيرف، اكنك خط مستقيم للسواقين والكلام ده. تمام، تاني حاجه بيعمل حاجه اسمها ايه، وفر لي مكان عشان اوقع فيه السوبر اليفيجن ران اوف. قال لك الران اوف ده اللي انا برفع منه من صفر لقيمه الاي في المية، قال لك دي بتبقى حاده شويه درجه سلمه عاليه، ف
فقال لك لما احط السبايرا كيرف ادي له مسافه ان هي الناس ما تحسش بيها، طالع كوبري كده بس مش حاسس بيه. تمام كويس. وبيقول لك والله مهم كويس في حاله التوسعه، بيفيدني في حاله التوسعه عشان اعمل توسعه للطرق في الوايدنج او الكلام ده، بيبقى برضو ايه في شياكه فيه وحاجه زي كده. واخر حاجه ان هو مين اسيتيك، اسيتيك يعني حاجه بيدي منظر جمالي بدل ما الطريق ليه كده قاشط مره واحده او واخد كيرف مره واحده، فبتلاقيه ايه شارب شويه، فبالتالي بيديك منظر جمالي ان انت مش حاسس اصلا ان وجود كيرف. فاهم حاجه عنده او تلات حاجات او اربع حاجات، ان هو بيديني او يوفر لي تمام مسار طبيعي للسواقين ما تحسش ان في منحنى. تاني حاجه بيوفر لي مكان عشان اعرف اوقع السوبر اليفيجن. تالت حاجه بيفيدني ما اعمل توسع. رابع حاجه بيديني شكل جمالي. الاربع نقط دول جايين اه بيفيدني في التوسعه ازاي انا باشمهندس؟ الفكره كلها في التوسعه. لو انت خدت بالك بص فين الفيديو، مش عارف والله من غير الفيديوهات دي كنت عملت ايه. التوسعه عيبها الوحيد ايه؟ انت بتبقى ماشي بقطاع ثابت وفجاه توسع، صح؟ صح. فالفكره كلها ايه؟ ان انا لما اعمل له بدل ما يبقى كيرف على طول، لا ده انا ببقى ايه مظبط الدنيا شويه ان هو واخد شكل منبسط شويه، فالناس حاسه ما تحسش ان في حاجه اتغيرت في القطاع، اكني فردت الكيرف ده شويه فردته، فاهمني؟ ايوه. فبتبان شويه فيه. اي نعم هو مش هيخلي التوسعه مش باينه، لا هو بيحسن منها من شكلها بس، انت فاهمني؟ ايوه تمام. يبقى تعال نركز بقى كده، عين في حاجه اسمها السبايرال كيرف. فقال لك السبايرال كيرف انت خدت بالك بيوفدني فين؟ في السوبر انفيجن، في حته اسمها مين ران اوف. فانت الكلام ده كله بتقوله ليه؟ عشان نرجع تاني للران اوف. الران اوف لينس ده قال لك بيساوي 200 اس، لا قال لك بيساوي الاكبر من او يساوي ال 200 اس اللي انا جايه من الرسمه وقيمه السوبر اليفيجن او السبايرال كيرف، اسف السبايرال. قال لك السبايرال كيرف ده بحطه هنا، باخد المسافه الاكبر من الرسمه اللي طالعه 200 اس او من القانون. القانون بتاع السوبر اليفيجن كام؟ 1.6 من 10 في تكعيب على الار. احفظها بقى يا باشا. في مشكلة؟ تعالى بقى ايه عشان ازهقت وانتوا زهقتوا، ما تجيبنا الخلاصة، الخلاصة في الرسمة دي. اهي. هنا الراجل بيشرح ايه؟ بيشرح لك ان انا عندي حاجة اسمها مين؟ الران اوت سيكشن، ان انا بحتاج المسافة اللي انا بحتاجها عشان اغير من صفر لكيو في المية. تمام؟ والران اوف لينس عشان اغير من صفر لاي في المية. وقعد يقول لك هنا الاي ومش عارف ايه والاس، واحسب الاس ازاي، ايه في الدبليو اللي احنا عدناه ده. السبايرال كيرف، ايه السبايرال ده؟ قال لك ليه قانونين، يا اما 1.6 من 10 في تكعيب على الار زي الدكتوره ما قالته في المحاضره. الدكتوره قالته ولا ما شرحتوش؟ الدكتوره قالته ولا ما قالتوش؟ خدتوا الحاجات دي يا ابني في الامتحان في المحاضره؟ 1.6 من 10 في تكعيب على الار، او استخدم القانون الاصلي. القانون الاصلي بيقول لك ايه؟ 3.15 من 100 في تكعيب على الار في السي. الفي السرعه، الار نص القطر، السي قال لك قيمه السي دي باخدها من 1 لـ 3. تمام. غالبا القانون ده اللي هو اللي بنستخدمه، 1.6 من 10 في تكعيب على الار. بمعنى تاني ال سبايرال ده ايه، او المسافه اللي هي الران اوف لينس دي، يعني لو قلنا دي الران اوف دي سميتها كلها ال سبايرال، باخدها منين؟ الاكبر منين؟ من القيمتين دول. القيمه اللي هي مع الرسم طالعين من الرسم، وهتختلف من كل رسمه للتانيه في حاله السنتر 200 اس لو دار حوالين السنتر، والرقم السابق بتاع القانون اللي هو 1.6 في تكعيب على الار. في مشكله يا شباب؟ لو خلصت كده المساله كلها خلصت. نخش على الطريقه التانيه. خش يا باشمهندس. يلا بينا. تعال نعمل تاني. انت عايز تدور حوالين مين؟ قال لك والله حوالين السنتر مره، ده طريقه، او ادور حوالين الانر دي طريقه ثانيه، والطريقه الثالثه حوالين الاوتر ايدج اهي. يبقى اول حاجه اعملها ايه؟ ارسم الثلاث قطاعات بتوعي، الاربع قطاعات اسف. ادي القطاع النورمال، فاكرين القيم كام؟ ادي السنتر، اوقع النقط، ادي الانر، وادي مين؟ الاوتر.
اكتب تاني قيمه السي والكلام ده، ولا انتوا عرفتوا ان دي السي خلاص؟ لا يا باشمهندس خليك اسرع بقى خلاص يعني. حاضر يا فندم، اوامر السادة. تمام حبيبي يا باشمهندس. تاني حاجه عايزين نعمل ايه؟ ان احنا عايزين تاني قطاع، ان احنا نعمل في تاني قطاع ايه فاكرينه؟ ان احنا عايزين نخلي الاوتر ايدج منسوبها منسوب السنتر، نخليه 0% بالنسبه للانر. يعني اعمل ايه بالنسبه للانر؟ ارفع ده اهو بالنسبه للانر بحيث اخلي منسوبه صفر. يعني اعمل اخليه كام؟ ارفعه كام؟ يعني ازود على الاوتر دي قد ايه عشان اوصل اخليه زيرو بالنسبه للانر؟ سي يا هندسه. سي، الله ينور عليك. اهي فالانر دي ثابته والسنتر ثابت، ما لعبتش فيهم لان هما نفس الميل الكيو اهي، وادي مين الاوتر وادي السنتر وادي الانر، ادي قيمه السي. ثالث قطاع عايز اعمل في ثالث قطاع اعمل فيه ايه؟ ميل فوق 1.5 وتحت صفر اهي. ده هيتلمس؟ لا ثابت زي ما هو اهو. الانر اهي ثابته زي ما هي، وادي الاوتر اهي، وادي السنتر ده 1.5 وادي 1.5. انا عايز اعمل اخر قطاع ايه او كيو بقى، ماشي مش فارقه. اخر قطاع عايز اعمل في اخر قطاع ايه؟ ايه بقى احط ايه فوق تحت؟ حلو، انا بدور حوالين مين؟ الطريقه دي بتاعت الانر اهي صح؟ يعني ما بدور حواليها منسوبها ثابت مش هتتغير اهي. مين اللي هيتغير معايا المره دي؟ ان انا عايز القطاع ده اخليه قيمته كام؟ اي في المية. يعني عايز اخلي ده اي في المية اهي. اللي حصل ايه؟ ان السنتر هتتغير والاوتر هيتغير اهي. ادي الاوتر وادي السنتر، قيمة الميل ايه في المية. قلت لك بعمل ايه رسمتك بس في القطاع الاخير بس تقريبا يعني. نعم يا باشا تقريبا كده، ما بيختلف في القطاع الاخير بس مش كتير. انت بس زي ما قلت لك اول طريقه عرفتها، الباقي كله ايزي. بعمل ايه؟ بدور حوالين الانر، انزل منها خط، الانر انزل منها خط، انزل منها خط. مين اللي منسوبه ثابت؟ هنا اشد خط اكتب عليه الانر وراح نفسي اهي. كل تقاطع معاك اكتب الانر، انر انر اهو ده الانر. وبعد كده اشوف كل نقطه بالنسبه للانر عند كل قطاع. بالنسبه للسنتر، الانر السنتر فوق ولا تحت؟ فوق. فوق بمقدار كام؟ سي. الاوتر في منسوب الانر ولا فوق الانر؟ منسوب. في منسوب. ادي الاوتر ايه. تاني قطاع، السنتر فوق ولا تحت الانر؟ فوق. بمقدار كام؟ سي. السي. ادي السنتر بمقدار السي. الاوتر فوق ولا تحت الانر؟ فوق الانر ومنسوب السي. جدع اهي. اللي تحتها او القطاع اللي بعده، السنتر فوق ولا تحت الانر؟ فوق الانر بمقدار كام؟ السي اهي. سي. الاوتر فوق ولا تحت الانر؟ فوق. بمقدار كام؟ سي. لا هو السي انت علقت، ما هي فوق السنتر فوق الانر بسي. بقول لك فوق السنتر بسي. جدع يا معلم، حقك عليا، انا اسف. اسف يا فندم. الله يهمك. ادي الاوتر حبيبي اهي. الاوتر ايه؟ ادي السي. اخر قطاع، السنتر المسافه الرئيسيه دي كام؟ قلت لك كل مره بحسب، بس عشان ايه الناس زهقت فالمفروض احسب كل مسافه رئيسيه صح؟ المفروض دي الاس ودي الاس صح؟ السنتر فوق ولا تحت الانر؟ فوق. فوق بمقدار كام؟ اس. جدع. والاوتر؟ كذلك برضه. اهي فوق السنتر بمقدار الاس. بعمل ايه يا شباب؟ ببصم. يعني ببصم؟ بحول كل نقطه اوصلها ببعضها. وصلت الانر بالانر بالانر، اوصل السنتر بالسنتر 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 بالسنتر، ووصل مين؟ الاوتر بالاوتر بالاوتر تحت هنا معلش.
اوصل الاوتر بالاوتر بالاوتر اهي الاوتر بالاوتر. السنتر يا باشمهندس في اول واحد فوق. معلش السنتر مش الاصفر ده، معلش حقك عليا ما الاستعجال بس وحش. ادي السنتر، ادي السنتر اهو، يعني من اخر رسمه دي حوالين السنتر لاين، دي حوالين الانر ايدج. هلاقي منسوب السنتر اهو وبدا يكسر يطلع فوق، ومنسوب مين الانر ثابت، ومنسوب مين الاوتر اهو. تمام، عايزين نحسب نفس الكلام المسافه دي والمسافه دي. مين الخط ده كام؟ 1 الى 200. تعرف تحسب المسافه دي افقيه؟ ها مش ده مش مين الخط 1 ل 200 والمسافه دي سي؟ 1 ل 200 بيساوي المسافه الافقيه، المسافه الراسيه اللي هي السي على المسافه الافقيه، فيطلع ران اوت ب 200 سي. حد يعرف يحسب المسافه الافقيه دي اللي هي الران اوف لينس 200 اس؟ لا 200 اس ايه، هو فين المثلث بتاعي؟ المثلث بتاعي هلاقيه على الاداه، دي كسره، في كسره هنا، مش السنتر رفع في اخر القطاع، مبقاش بقى مش بقاش مسافه افقيه، ده بقى رفع معايا. ايوه صح، مش السنتر رفع معايا في اخر القطاع. ايوه صح، فبالتالي هنا هتلاقي فين المسافه ده، هي كده المثلث بتاعي المسافه الافقيه ومعايا ميل، لازم احسب المسافه الراسيه. المسافه الراسيه دي اس والناقص الحته دي صح، او زائد الحته دي، اسف دي للاس وعايز الحته دي. حد يعرف يحسب الحته دي؟ انت برضو يا باشمهندس زي ما احنا قلنا، بس تزود على 200 سي، يعني بتبقى اقصد برضو بواحد على 200 بيساوي الراس على الافقي، بس الافقي بقى 200 سي زائد الحته دي. باشمهندس ايوه باشا، مش ممكن الرسمه ثانيه؟ والله إيه؟ عارف عارف والله يا باشا، عارف والله اهي، عارف ان الدنيا خربانه اصلا. ايه لا لا مش رسمه تاني، لا انا قصدي تجيب بس الصفحه اللي فيها الرسمه التانية اسال السؤال عليها بس. لا ما تسالش، اصبر بس، سؤال مهم خليه دلوقتي. ماشي، مش ده منسوب الانر يا باشمهندس؟ ما مكتوبه ايه 202 اس ناقص سي. انت اصبر بس عليا، بس اصبر عليا عشان خاطري. اصبر عليا عشان خاطر والنبي يا كابتن. مش دي كلها الران اوف دي بتاع 200 سي صح؟ عايزين نحسب المسافه دي. مش دي عندي الاس ودي عندي اس صح؟ والميل خط ده 1 ل 200، المثلث بتاعي فين؟ ده اهو. الاس من اول هنا لحد هنا، والاس من اول هنا لحد هنا. حد يعرف يحسب المسافه الراسيه دي؟ التشابه. بالتشابه او بواحد على 200 بالتشابه، مش المسافه دي كلها اللي معايا تشابه مع المثلث اللي تحت ده. يا عم التشابه ايه يا عم، التشابه ايه؟ مش دي اس ودي اس، المسافه دي كلها كام؟ 2 اس. 2 اس، وانت عايز تحسب الحته دي. لو معايا الحته دي اطرح 2 اس ناقص الحته دي، انت مش الحته دي كلها زي دي هي كانت سي، يبقى 2 اس ناقص سي اهي. الميل بيساوي كام؟ 1 على 200 بيساوي مين؟ راسي على افق. الراس كام؟ 200 اس 2 اس ناقص سي، اسف، على مين؟ الران اوف لينس، فران اوف لس بيساوي 200 في 2 اس ناقص سي اهي يا عم، 200 2 اس ناقص سي. الله ينور عليك. مش دي الحته دي سي والحته دي زيها سي، يبقى 2 اس ناقص سي طلعت الحته دي. تمام كده،
قول بقى سلم عايز ايه. انا خدت بالي ان ده يعني في خط مايل فاكره كان سؤالي غلط يعني. خلاص الحمد لله تمام حلو. قلت لك دي برضو بيسموها ال سبايرال. فال سبايرال دي الاكبر من المسافه طلعتها من على الرسمه او كام 1.6 في تكعيب على الار. تمام كده يا شباب. اخر رسمه عندنا بتاعت مين؟ الدورين الدوران حوالين مين؟ الاوتر ايدج. اخر طريقه ان انا تالت طريقه بتاعت مين؟ الدوران حوالين مين؟ الاوتر ايدج. نفس الكلام اهو ان انا عندي مين؟ القطاع اهو بتاعي ادي السنتر وادي الانر ايدج وادي الاوتر ايدج. انت عايز تعمل ايه بقى؟ حد يعرف يعني يبصم في دي؟ ده اول قطاع. تاني قطاع عايز اعمل ايه؟ اوصل الاوتر للسنتر هندس. لا انا بدور حوالين النقطه فمنسوبها ثابت. طيب انت عايز هتثبت الاوتر خالص؟ الله ينور عليك. يبقى انت كده هتنزل بالسنتر ذات نفسها وحرام انزل اهي. فالاوتر منسوبه ثابت اهي وخلي ده 0%. يبقى انا نزلت ده اهي لان اهو ودي زي ما هي اهي. تاني قطعه اهو بدي الاوتر منسوبه ثابت وادي السنتر وادي الانر. حد يعرف يقول لي تلات قطاع شكله عامل ازاي؟ هتنزل بالسنتر برضو لحد ما تبقى خلها خط مستقيم بميل كيو. الله ينور عليك يا صاحبي. تاني معلش كده معلش. هو انت فجأة كنت بتشرب كوباية شاي ونمت ورحت شربت وبتاع وجاي صحية دلوقتي تاني؟ مش انا النقطة اللي بدور حواليها بثبتها ما بحركهاش صح؟ ايوه معاك. حلو. انا المبدا ما بتغيرش. اللي عنده مبدا بقول لك مبادئي ما بتتغيرش. انا مبادئي ايه؟ النقطه اللي بدور حواليها ما بتتغيرش منسوبها ثابت. فالنقطه اللي بدور حواليها هي الاوتر مع تنفيذ خطواتي. يبقى المبدا بتاعي الاوتر ما تتغيرش منسوبها ثابت اهي. طب انت عايز تعمل تاني قطاع ايه؟ عايز اخلي القطاع ده بدل ما هو مايل 1.5% اخليه صفر. طب اخليه صفر ازاي واثبت النقطه دي؟ تمام وصل سفتها صفر. تمام نزلت الدي. انا نزلت اقول مشكله ما تنزل يا عم. وانا يعني حرام يعني هيقول لك لا وهكذا. طب اخر قطاع اخر قطاع هدوره ونقطه الكيو ثابت اللي هو الاوتر يعني. جدع يا معلم. وادي الاوتر. تعرف ترسم؟ انزل نقطه نقطه خط ووقع المناسيب ووصل كل نقطه باختها. الاوتر فين؟ منسوبه ثابت اهو. تعرف ترسمه مره واحده ولا لازم نستهجلك؟ منسوب السنتر حصل له ايه؟ كان هنا اهو فوق الاوتر وهنا بقى مع منسوب الاوتر وهنا نزل سي وهنا اهو. فتلاقي السنتر اهو. تعرف تستهجل الانر؟ الانر كان منسوب مع الاوتر وتاني قطاع بقى مع بقى تحت مين؟ هنا اهو وهنا بقى ينزل اهو. فتلاقي الاوتر او الانر اسف قاعد بينزل 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 اهي. ادي منسوب الاوتر. السنتر كان فوق وبدا ينزل 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 والانر تنوي نازل نازل نازل. الخط المستقيم اهو ميل 1 لـ200. تمام. تعرف تحسب المسافه دي؟ دايما الران اوت لينث 200 سي. دايما الران اوت لينث 200 سي. دايما الران اوت لينث 200 سي. في حاله الدوران حوالين السنتر ده هو ب 200 اس. حوالين الانر ب 202 اس ناقص سي. طب حوالين ده ما المثلث معايا اهو. حد يعرف يحسبه؟ م 200 سي جبتها منين 200 سي؟ بالورق. طيب ادي منسوب الاوتر ادي منسوب السنتر. الانر هو اللي بيكسر يعني. انت بس الرسمه دي هتلاقيها رسمها مش مظبوطه معايا.
الخط بتاع ده هو ال 200 واحد ل 200، فمتلوب السنتر هو معلش في للاسف بس اللي رسمها، لان ده سي ده سي وده بقى اس، ده الخط ده مستقيم تمام، ده هو اللي بينكسر معايا شويه تمام يا هندسه. فده المثلث اللي معايا، معايا المسافه، معايا الميل ومعايا المسافه الراسيه. تعرف تحسب المسافه الافقيه؟ يبقى احسبها في البيت بقى، شوف لي طلعت كام معايا. تمام كده. يبقى تاني لو انا عايز اقول لك احسب ال سبايرال، ال سبايرال على حسب الرسمه والقانون بتاعه، يا اما 3.15% في ده كيبقى ار في السي، اللي هي هو ده، ده القانون العام وده القانون الخاص بتاعه. لو انا عوضت السي من 1 ل 3 اخدت 2 مثلا، هيطلع ده معايا 1.6، اسم ده تقريبا نصها يعني تمام، او على حسب الرسمه. لو هي بالرسمه، على لو هي انر واوتر، لو هي سنتر واوتر هتلاقي 200 اس، لو هي حوالين انر هتلاقي 200 2 اس نص سي. في مشكله يا رجالتنا؟ لا تمام كده، السكشن كده خلص، الورق اللي معاك ده كله اتفرم اتفرم تمام. روح ذاكره الحمد لله. طب هو كده في سكشن السبت ولا ده بدل السبت؟ ده بدل السبت بقى. تمام يا هندسه ماشي كده تمام. هو احنا مش قول قول الاساسيه في الميد تيرم، ما هو بقى بدل ما بدل السبت ممكن مثلا التلات اللي جاي بقى ناخد السكشن بقى بتاعنا عادي. تمام يا هندسه تمام. على حسب بقى الدكتوره، يا ريت يعني تستاذنوا الدكتوره يعني ان هي تديكم يعني بلاش المنحات الرئيسيه، مش هنلحق نغطيها في السكاشن يعني. مش عارف الناس معايا بقيت السكاشن سابقه ولا مخلص دخلت في المحاضره الرئيسيه ولا ايه، معرفش. السكاشن دخلت في المحاضره الرئيسيه والله العظيم. طيب اسبوع تقريبا. طب عايزين سكشن كمان نبدا دلوقتي في المحاضره الرئيسيه؟ لو ما عنديش مشكله يعني انا مش هنستوعبها خالص دلوقتي الصراحه. اتفق يعني على الاسبوع الجاي خلاص يعني يوم اخر النهار برضه زي كده. طيب السبت اللي جاي ممكن بالليل اخر النهار؟ يا هندسه يا ريت بلاش التلات عشان هيبقى عايزين نذاكر اللي قبل الميد تيرم. ده ما هو السبت كان المعلم بيقول لي المهندس موافي بيديكم خرسانه فيه. هنتفق يا هندسه وبالله حضرتك بالمعاد كده. طب ناخد الخميس الجاي ده بكره يعني؟ ماشي بكره الخميس، بكره الاربعاء يا باشا. ايوه هندسه بعد بكره ماشي ماشي، بحيث نخش في المحاضره الرئيسيه ماشي تمام. ماشي. ولو انت تعرفهم الدكتور، لقيت الدكتور لقيت من المحاضره الرئيسيه مش معانا فخلاص يعني. ما لو بقيت السكشن دخلت فيها يبقى احنا كمان المفروض نخش، يبقى خلاص. أيوة كده. ما انا ممكن اعمل ايه؟ ما انا ممكن اسبق لك السكشن كمان، اعمل زي زيهم.